بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هنتكلم عن الأجايل مانيفيستو أوفرفيو. طيب، بيان أجايل. قال لك إن في فبراير 2001 حصل اجتماع في مدينة سنوبرد في ولاية يوتا الأمريكية، وكان من قبل 17 من كبار مطوري البرمجيات وقادة الفكر. اجتمعوا مع بعض وقالوا ان الطرق التقليدية دي ما بقتش تنفع انها تواكب السرعة، وانها تواكب الشغل، وانها تواكب التطوير المواقع واللي بيتم فيها تغييرات بشكل مستمر. طريقة الشلال ما بقتش تنفع خلاص. قعدوا مع بعض وقالوا احنا لازم نشوف طريقة او منهجية جديدة نبدأ نطورها ونطبقها في المشاريع بتاعتنا اللي هي المشاريع البرمجية، نستفيد منها والناس اللي تيجي بعدنا تستفيد برضو. فقاموا عملوا حاجة اسمها أجايل مانيفيستو، بيان أجايل. بيان أجايل ده هو بمثابة الدستور أو حجر الزاوية في العقلية الرشيقة. فطلعوا بمجموعة من القيم الإرشادية اللي هي الفاليو فور أول أجايل براكتس، هنتكلم عليها مع بعض بعد شوية. أول حاجة اتكلموا فيها واول فاليو اتكلموا فيها الفور فاليو اللي هم بيتكلموا عليها، اول حاجه قال لك الانديفيديوال اند انتر اكشن. الانديفيديوال اند انتر اكشن قال لك اهم من مليون مره من بروسيس اند تولز. قال لك التفاعل ما بين التيم اهم من العمليه والادوات، من الادوات. ليه التفاعل ما بين التيم وبعضه اهم من اتباع العمليه واتباع الادوات؟ قال لك لان الفريق هو اللي بيستخدم التولز في تنفيذ العمليه، فانا لو ما اهتمتش بالتفاعل ما بين الافراد ومع بعضهم يبقى انا يعني هو قال لك كده، انا عندي التفاعل ما بين الافراد اهم من ان انا اتبع العمليه واستخدم الادوات. قال لك لان الفريق هو كده كده هو اللي بيستخدم التولز دي في تنفيذ العمليه. طيب، تاني حاجه اتكلم عليها بيان اجايل وتاني قيمه، قال لك ان الوركينج سوفت وير اهم مليون مره مني اوثق بشكل مكثف. يعني ايه ان انا اطلع بمنتج شغال؟ من الاخر ان انا عايز اطلع بمنتج شغال، تمام، اهم من ان انا اقعد اوثق بشكل مكثف. يعني العميل من الاخر عايز حاجه يشوفها قدام عينيه، عايز حاجه يستخدمها، مش هيفرح بالتوثيق المكثف والكلام الفاضي ده. لا، ده مش معناه ان مش هيعمل توثيق للمستندات اللي عنده، لا لا، احنا هنوثق ولكن للاشياء المهمه فقط. في اجايل احنا بنوثق بس الحاجات المهمه فقط، مثلا بروسيس معينه، ازاي نستخدم حاجه معينه، الحاجات اللي هي امبورتنت. في الاخير احنا بنشتغل عشان نطلع قيمه للعميل، منتج شغال يشوفه ويستخدمه. ده تاني فاليو من بيان اجايل باختصار. تالت حاجة اللي هو كاستمر كالبريشن اهم مليون في الم... اهم مليون مرة مليون مرة من كونتراكت نيجوشيشن. قال لك تعاون العميل اهم من ان انا اقعد اناقشه. قال لك يعني ايه الكلام ده او افاوضه؟ قال لك في الطرق التقليدية، في المشاريع التقليدية، السكوب بتاعي بيكون واضح قوي، فممكن نعمل العقد، بس العقد ممكن يكون ريجيد، يكون فيه كونسترين، لان السكوب واضح ولان التايم واضح والتكلفه واضحه، كل شيء واضح. فالعقود في الطرق التقليديه بتكون كويسه، يبقى اي العقد في الطريقه التقليديه اللي هي طريقه الشلال الووتر فول سيستم ده بيكون كويس، لان عندك ايه؟ السكوب واضح، وايه تاني؟ والتايم متحدد واضح والتكلفة واضحة. إنما في أجايل الدنيا مختلفة تماما. قال لك في تغيير مستمر والعقد بيكون ريجيد، فلازم يتحط بنود في العقد بيكون فيها مرونة عشان تتماشى مع عقلية أجايل. لأن من الآخر يعني لو العميل مش موجود أو مش هيشارك بشكل مستمر في كل تكرار، السبرنت بكل بساطة هيفشل. بالتالي هيفشل المنتج بتاعنا، لان هو بيكون يعني بيكون ليا الريكويرمنت، بيكون ليا ايه المتطلبات بتاعته،
اللي هاخدها منه، اللي انا هاخد منه الفيدباك بتاعتي منه. فاشراك العميل اهم من التفاوض والعقود مليون مره. دي تالت فاليو من بيان اجايل. رابع فاليو، ودي من الحاجات اللي هو بيأكد عليها بيان اجايل، ريسبوندنج تو تشينج اهم مليون مره من فولونج بلان. يعني ايه؟ يعني ايه تقبل التغيير؟ يعني ويلكم تو تشينج، اهلا بالتغيير في اي وقت، افضل من اتباع الخطه. ليه؟ يعني ايه الفايده من ان انا يعني افضل اتبع البلان وفي الاخر ما احققش الهدف؟ ولا ليه اي لازمه ان انا اتبع البلان، ما ملوش اي لازمه. هل ده معناه ان في اجايل ما بنعملش بلان؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. في اجايل بنعمل بلان طبعا، لا ده انا بعمل بلان وبعمل هاي ليفل بلان كمان، لكن بعدل عليها باستمرار على حسب متطلبات العميل زي ما هو عايز انا بشتغل. اهم شيء معذرة، وانا في اجايل اني احقق الفاليو اللي هو طالبها العميل، عشان اصلا اجايل مانيفستو ده اتعمل علشان اقدم فاليو للعميل. من الاخر، اجايل ما يميزه، افضل ما يميز اجايل هو تقديم منتج شغال للعميل في فترة زمنية صغيرة عن طريق تكرارات في فترات زمنية قصيرة. بقدم فيها ايه؟ بقدم فيها working software value بيكون شغال. ده كان نظرة عامة عن موضوع بيان اجايل. هختصر عليكم الاربع حاجات، هقولها لكم سريعا. اول نقطة كان بيركز على التفاعل ما بين الافراد والمعنيين اكتر من التركيز على العمليات والادوات. تاني نقطة اتكلمنا فيها التركيز على مخرجات قابلة للعمل زي البرامج والمنتجات اكتر من التركيز على التوثيق المركز. تالت نقطة اتكلم على التركيز على التعاون واشراك العميل اكتر من التركيز على التفاوض والالتزام بالعقد. رابع نقطة اتكلم فيها بيفتح باب الاستجابة للتغييرات التي تطرأ اثناء المشروع دون الخوف بتعقيد طلبات التغيير حتى لو كانت على حساب خطة العمل. وتم الانتهاء من بيان اجايل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتوب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. أتمنى يكون بيان أجايل فهمتوه بشكل واضح وصريح، وإن شاء الله بإذن الله، بإذنك يا رب أكون وفقت، وإن شاء الله انتظروا المزيد. الرجاء عمل اشتراك للقناة لدعمي على الاستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.